قمم ثلجية وغابات بيضاء متجمدة ومتزلجون متعطشون للتزلج في جبال منطقة كروم مونتانا في جبال الألب السويسرية، لكنهم ليسوا سويسريين فقط بل أوروبيون من بلدان أغلق فيروس كورونا أبواب منتجعاتها وفنادقها ومحطات التزلج فيها كفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا، ما دفع رعاياها إلى القدوم إلى هذا البلد للتزلج. بيير لوي طفل بلجيكي قصد مع عائلته إحدى محطات التزلج الفرنسية، وبسبب الإغلاق العام في فرنسا عدلت العائلة مسارها ليحط بها الرحال في جبال كروم مونتانا السويسرية لقضاء الإجازة الشتوية، وليتمتع هذا الطفل برياضته المفضلة أي التزلج. كنت متجها مع عائلتي إلى محطة التزلج في الشطر الفرنسي من جبال الألب، لكن الإغلاق دفعنا إلى القدوم إلى سويسرا. منذ الثلاثاء الماضي حل الحظر الليلي محل العزل الجماعي في العاصمة باريس وبعض المدن الفرنسية. يبدأ الحظر من 8 مساء إلى 6 صباحا، ما دفع الكثير من الفرنسيين إلى اللجوء صحيا للهرب من كورونا والقيود الصحية في بلادهم إلى جبال كروم مونتانا السويسرية لقضاء إجازاتهم الشتوية. جوليان مدرس تزلج فرنسي يعمل في جبال الألب السويسرية يعتبر نفسه محظوظا لأنه يمارس مهنته في بلد لا يفرض قيودا على الرياضات الشتوية. من الغريب أن يترك الشخص بلده في هذه الأوضاع الصعبة التي نعيش فيها بسبب كورونا. أنا محظوظ حقا بممارسة مهنتي بكل حرية هنا في سويسرا منذ سنين. الإغلاق العام ومنع بعض الأوروبيين من قضاء إجازتهم الشتوية في منتجعات بلادهم أدى إلى تحول هذه المدينة السويسرية الصغيرة والتي تضم أهم منتجعات التزلج في البلاد إلى مكان يستقطب الكثير من المتزلجين الفرنسيين والإيطاليين والألمان، ما يساعد على نهوضها بعض الشيء اقتصاديا بعد الخسائر الفادحة التي سببتها جائحة كورونا، وكما يقال رب ضارة نافعة. من مدينة كروم مونتانا في جبال الألب السويسرية، ليث بزاري، العربية.